فقدت الرياضة المصرية وكرة القدم تحديدا أحد أبرز نجوم الكرة المصرية الكابتن إبراهيم يوسف الملقب بالغزال الأسمر عن عمر يناهز 54 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته، ليلقى ربه يوم الخميس الماضي وأقيم عزاء رسمي مساء السبت. يعني فقدنا قيمة كبيرة جدا، إنسان رائع وقيمة كروية وإنسانية في نفس الوقت. إنا لله وإنا إليه راجعون. إبراهيم صعب يتعوض. واحد من الأسباب اللي خلتني ألعب كورة في نادي الزمالك كان مثل الأعلى، يكفي الحضور ده عشان يعزوا في كابتن إبراهيم يوسف يدل على شيء، إنما يدل على حب الناس للراجل ده. ما فيش شك إن هي خسارة كبيرة قوي للرياضة المصرية وخسارة كبيرة قوي لينا احنا يعني الناس بتحب إبراهيم يوسف الحقيقة، فالبقاء لله، وربنا يا رب يجعل كده مثواه الجنة في الأيام المباركة دي. ما كانش فيه حتى ما كانش في حد بيختلف معاه في حاجة، قلبه كان أبيض، فربنا يرحمه برحمته ويصبر أهله ويثبتهم. افتقدت الرياضة المصرية، مش جمهور الزمالك وأعضاء نادي الزمالك، لكن الرياضة عامة رمز من رموز الرياضة اللي أدى أداء متميز طوال تاريخ حياته، وبناء يعني للرياضيين وشعب مصر وفاة الكابتن إبراهيم يوسف. ده النموذج اللي مصر محتاجة إنها تتذكره دايما، اللي هو الأخلاق العالية والارتباط والرياضة والانتماء للمكان والحاجات دي كلها، دي نقط مهمة جدا لازم الناس تستوعبها. لم يقتصر الحضور على نجوم الرياضة فحسب، بل امتد لباقي المجالات الأخرى، خاصة الفنانين من أصدقاء الراحل الكابتن إبراهيم يوسف. نجم مصر وقلبا وغالبا من الناس الأخلاق. فقدنا لعيب بقيمة إبراهيم يوسف الحقيقة على المستوى الإنساني. أنا كنت بعرفه جدا طبعا، وأخ عزيز، ولعبنا مع بعض، وكان بيحتوي الناشئين بشكل مميز جدا. العزي يعني إنسان عظيم وأحد أقطاب الكرة المصرية ونادي الزمالك، والبقاء لله. راجل ادى الوطن وادى النادي، نموذج محترم في كل شيء، هو لاعب وهو اداري وهو مسؤول في اتحاد الكوره. فكر بالراحه كده عشان هو كان قيمه كبيره ولازم تكريمه تكون حاجه كبيره زيه. يعني يرحمه، قولوا له الفاتحه ان ربنا يرحمه ويغفر لنا ويغفر له يا رب ان شاء الله. فقدت الكره المصريه احد نجومها الكبار الكابتن ابراهيم يوسف، عضو مجلس اداره النادي واحد رموز نادي الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، لكنه ترك سجل حافل من الانجازات الكبيره التي من المؤكد ستخلد ذكراه العطره. من القاهره عماد يوسف لليوم على الحره.